استاذ أنا محمود، معاك، اهلا بيك. أنا معاك. خلينا نبدا معاك استاذ محمود. عندكم في يعني اقدر اقول في قوائم بالادويه اللي ناقصه في السوق؟ تمام. طبعا في قوائم موجودة هي ممتدة من سنتين، احنا بنعيش الأزمة دي من سنتين تقريبا. كل فترة بتظهر حسب الأصناف ذات احتياج شديد جدا جدا، فبيحصل إن في صخب حوالين الموضوع. لكن خليني بعيد عن الأرقام، يعني احنا في المركز المصري شايفين إن هم حوالي 1400 صنف. مصر فيها 1400 صنف في مصر أدوية مختفي. مصر فيها إيه أدوية مصرية؟ مصرية بمعنى إيه؟ بمعنى إنها لعلاج مرض معين، الدواء ده بيبقى مهم جدا، زي الدواء بتاع الكولا ده اسمه كيتوستيرول. كيتوستيرول اللي هو اللي الناس بتشكو منه. فيها أدوية مصرية؟ طيب خلينا بس نفرق شويه، ما فيش حاجه اسمها دواء مصري ودواء امريكي. في الادويه لا انا بقول لك مصيري. 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 تمام. مصيري يعني مؤثر. تمام. يعني في ادويه احيانا يوجد بدائل مؤثره لها وتبقى بالتالي اختفائها اللي بتشكل يعني. خطوره على الحياه. في طبعا ادويه مؤثره جدا جدا، زي مثلا فاكتور 8 وفاكتور 9 وفاكتور 7، دي بالنسبه لمرضى الهيموفيليا، ده بتؤدي لبتر اقدام المرضى. موجود عندنا خمس ست حالات بالشكل دوت. في ادويه اللي هي لها علاقه بالاورام زي الاندوكسان والهلوكسان وريناسول، دي في اطفال فعلا توفوا في معهد اورام المنصوره، معهد اورام سوهاج، معهد اورام اسيوط بشكل متقطع. في طبعا ابر زي ابر انت ار اتش، دي بتاخدها السيده الحامل. انت صيدلي؟ لا 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 فندم. ما بتتكلم في الدواء على اساس ايه؟ احنا الحق في الدواء. حق يعني ايه حق في الدواء؟ انتوا مين اصلا؟ دي قصه ثانيه هقولها لحضرتك. يعني بس انتوا ايه؟ انتوا كيان ايه؟ عاوز اعرف انتوا كيان ايه في الدوله؟ بيمثل نقابه الصيادله؟ احنا عندنا نقابه صيادله موجوده وبتقول في نقص. احنا مركز حقوق انسان، معني فكره يعني انت جمعيه بالظبط كده. اسمك جمعيه حقوق انسان بالظبط كده. امال ايه مركز حقوق ايه الحق في الدواء؟ ايه اللي جابها؟ مفيش حاجه. لان الحق في الدواء من حقوق الانسان. انا فاهم فعلا، بس مفيش حق يقول انا جمعيه كذا، يقول اسم الجمعيه بتاعته، لكن هو مش البراند بتاعه المركز المصري. احنا هنناقشه بقى. المهم كلامه، هل عباره صيادله اطباء نعمل عليها اسم جمعيه؟ ما ينفعش. طيب خلينا بس نشوف. انا بتكلم اسم جمعيته ايه؟ جمعيه حقوق الانسان اسمها ايه يا استاذ محمود؟ المركز المصري للحق في الدواء. بس خلي بالك، المركز المصري للحق في الدواء ده يعني احنا بقالنا 10 سنين من المراكز الموثقه جدا واللي احنا بنتعامل معاها حتى اعلاميا منذ عده سنوات. يا فندم يعني هو يعني هو مش ما كانش معدي قدام الاستوديو كده، فاحنا خطفنا يعني زقيناه على يعني هو من المراكز المعتمدة. أنا أول مرة بصراحة أسمع عن العمل في يعني مركز الحق للدواء. بس خلينا نناقش كلامه، هو ده اللي يهمنا يعني. اتفضل. تمام. احنا موجودين في المركز محامين صيادلة أطباء، موجودين بقالنا 11 سنة يعني. بالظبط كده. حضرتك ما سمعتش بقى، دي مشكلتك مش مشكلتك. هل دي أدوية مختفية فعلا؟ لأن البعض بيقول لك لا مش مختفية. لا احنا سايبين في الإعداد قايمة بالتليفونات اللي تقدروا تتصلوا بالمرضى، هم يتكلموا يبقى خير مننا على الكلام. لكن خليني المرضى بيكلموكوا يعني. بالظبط. لكن خليني بس أقف قدام تاريخين مهمين. 15 نوفمبر 2016 السيد رئيس الجمهورية أمر بتوفير 160 مليون دولار من البنك المركزي لشراء احتياجات المصريين من أدوية أمراض الدم والهرمونات. دي تاريخ مهم جدا جدا جدا. ما تبقى مؤسسه بحجم رئاسه الجمهوريه تتدخل مباشره، وفي عند وزاره الصحه وفي شركات دواء، اذا هناك في مشكله. الحاجه الثانيه، في ابريل 2017 مؤسسه الرئاسه طلبت تقرير شهري من وزاره الصحه بنواقص الادويه، وده بيطلع يقرر الكلام ده كله السيد وزير الصحه. يبقى اذا هناك معلومات مؤكده عند رئاسه الجمهوريه ان سوق الدواء في مصر يعني كون سوق ان رئاسه الجمهوريه تهتم بهذه القضيه بهذا الشكل، يبقى معنى كده ان فيها واضح انها تجاوزت قدرات البعض، وبالتالي بداوا يقولوا طب نحاول نشوف ايه السبب يعني. بالظبط.